في واحد بيجي هنا. صرف صرف دل. اي اح يا خلاص حفاضة عورتني. اشتقت للشاشة الزرقاء هذه. الله كان كل موسم تتغير بس كذا كلاسيك. اخر مرة شفناها الظاهر الموسم الثاني. ايوه الموسم الاول والموسم الثاني ما لهم كذا ستايل معين، لكن من الموسم الثالث الى الثامن كل شوي تتغير. خلونا نتذكر الحركات اللي كان يسويها الفاش. المهم السلام عليكم شباب، صالح معاكم. اليوم عندنا سلسلة المتجر. نعم رجعت السلسلة هذه. في شيء بتسويها تكراش؟ بيقعد يقول يضغط الحين صح؟ اوكي. المهم ما في موسم تاسع يا شباب، مو موسم تاسع، هذا تحديث جديد. في ناس يعني يحسبونه هذا يعني موسم تاسع، لكن هذا شوف تحديات الموسم صارت يعني تحديات الوامبا. عندنا هنا تحديات يومية، يعني التحديات اليومية والتحديات السريعة خلوها يعني هذا يعني مع بعض. ما في هنا اللي يعني اوكي اشتري على كيفك، هذا بس ادخل المتجر يعطوني 25 عملة وامبا. طيب شوفوا عملات الوامبا كم اللي عندي، 47185. خلنا نشوف اذا دخلنا المتجر. هذه تحديات الاسبوعية، هذه تحديات المحترفين تتغير كل 40 يوم على ما اظن. اظن كل 40 يوم يعني في تحديث جديد. انا ما سويت هذول التحديين، اهم شيء هذول. والعملات اقدر جمعها بسهوله، يعني في هنا يعني حاطين يعني 200 عمله وامبا اذا سويت التحدي هذا. لكن يعني شو اسمه، شفتوا الحين زادت. في يعني هذا المضمار درب الابعاد الكونيه اقدر اجمع فيه 800 بالويكند اذا لعبته اونلاين. طبعا السياره هذه اوكي، في سياره ثانيه نشريها. اوكي بس جبنة ابو الولد. الله الرضاع دي من سهلة. شباب شوفوا في شيء غريب تلاحظون صح؟ ركزوا ذقن صغير وله ذقن، كيف كذا؟ الغرابة أكثر يا شباب إنه هو كبير له ذقن، يعني صح؟ شوفوا هو صغير وبزر كذا له ذقن، هو كبير له ذقن، في عمر بالنص يا شباب، طلع بكراش من سنتي اللي بين هذا وبين يعني الكبير، في عمر الكورتكس كذا بالنص، ها بعمره هذاك ما له ذقن، ما له لحية ولا شنب. How I missed those twins and how I long to see them again. But be careful what you wish for, young man. Back off, Grandpa. كيف يعني؟ يعني ولد مع ولد مع لحيته، وبعدين بعدين بعدين لحيته وشربوا اختفوا، وبعدين بعدين كبر لحيته وشربوا رجعوا مرة ثانية. المهم خلنا نشرب حفاضة هذا ويا رضعته هذه البازوكا. شوفوا الطفل انتروبي في حركة تعجبني. شوفوا شفتوه يرجع بس زمان علشان يرجع مصاصته اللي طاحت. والله انتروبي يعني شخصية مرة رهيبة، من له القدرة على التحكم بس زمان. اتمنى في لعبة من العاب كراش يسوونه يعني يستخدم انتروبي قدرته هذه، لان بالعاب كراش بالعادة ما يستخدمها كذا بشكل واضح. فاتمنى يعني مثلا لا ما راح نشري السكنات الحين، خلونا نشري شخصيات عمل المختبر. طيب سوي شيء ثاني نعطاه هو كورتكس انتروبي. ما شفتهم والله، ما شفت وش نوعهم. ريلا رول حقيقي وش تسارع؟ سرعة هنا يعني عدلوه وضبطوه شوي علشان عشان يصير يعني اقرب للكلاسيكي.
لكن اللي حطوه بالموسم السادس اللي الحين موجود. والله لو يعدلون بهذاك يعني يكفي. ما له داعي يحطون يعني كذا يعني كذا شخصيه جديده او يحطون سكن يعني يحطون سكيب بدل شخصيه جديده. ما ادري والله وش اشري سكن واحد يعني بس لا هذا كوكو ليس يعني بخليه بعدين بالحلقه الجايه يعني من السلسله هذه. اوكي الفارس خلنا نختار الفارس هذا. ايوه ابو سيف. اوكي طاحت يده. خلاص شرينا اربع شخصيات وسكن واحد. الخمس سكنات هذولا ان شاء الله بالحلقه الجايه. اكثر شيء انا متحمس السكن هذا. كوكو اي اللعبة اوكي شو ما علقت اللعبه. خلونا ندخل اونلاين. الله يا شباب تدرون ان هذا اول مقطع انا سجله بعد ما رجعت القناه. والله فرحتوني يا شباب اشتقت واجد انا. ما ادري اوكي هنا 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 هنا. اوه والله حلو هذا. وين جبنته بالولد ذا؟ يوح والله علي تسبيات بكورتكس انا. شوفوا اذا شكله كانه شايف قزم. اهم شيء حرف الان حطه كذا سمول. هذا كيكس مصير. اوكي نفسه صوته بس مصغر زي الورع زي ما سووا بكراش وكوكو. يلا رحلة الغسق اول موسم. حنيت سلسلة المواسم يا شباب. تشكوا السوء. يالله طبعا بينزلون يعني اشياء جديدة لكن تحديثات مو موسم جديد. التحديثات اللي بينزلون الحين. ايوه ابعدوا وتبنوا تعب الولد. شوفنا تب الولد ابو الولد يتقدم. ابو الولد انا قلت كذا. اوكي اشوا والله بغيتها كلها انا. حسيت كورتكسون شو جميل. ايش في صوت ناعم قلت كذا طلعت له هذه تونا جميل. ايش راح البوستر اسمك يا الله. انا ودي انا اصير المقطع الاول لكن ما اعتقد داعس هذا. الله عندي تسبيحات انا بكورتكس يا شباب. جبن كرافت وجبن كيدا وجبن شيدر. وبعد جبنة فرعون. هذا جبنة ابو الولد علشان بزر. تعرفون جبنة ابو الولد المثلثات ذا. اوكي بس هذاك مبين انه محترف صراحة. ايوه سوي فرامل هوائية يا صالح علشان يعني ما يروح البوست الازرق هنا. ما يروح بالاختصار. والله طيران كذا تحس انها طيارة طارت صدق. والله بعيد ذا خلاص. اوكي اداء مثالي. انا جبتك لو ينقز اجل. يلا اديت كويس صراحة. اوهو والله بغيت اطيح. لا ما حد جاء الا المحلول ذا. خلاص بينتهي الوقت. خلوني المس خط النهائي قبل لا ينتهي الوقت. ما اعتقد المسو انا افضل بين الجميع.
لا اصبر شوفوا شباب ابيكم تجيبون الحركات اللي اسويها ما ادري والله اذا بديكم تجيبونه ولا اوكي ابي ايش يا الله ما يمدي اوكي 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 شوفوا البذل ده شال مصاص عادي فيها كم يميها تعس كم يميها حمرا الظاهر كلهم طلعوا ما اشوف يعني في وقت ما اشوف في وقت الظاهر خلاص كلهم طلعوا والله يا شباب الحركة ابي الظاهر يسويها الظاهر يسويها هنا ما يسويها يا شباب بس شوفوا شوف ايش حاطينه مقعد علشان يصل التركسون حتى انتروبي هنا حاطينه واعتقد بعد كوكو كوكو وكراش ايوه حاطين لهم اوكي ايش صارت في الوقت المناسب نعم اوكي هذه السيارة طيب خلاص 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 يا صالح خليك مستعد بس اوه زين كابوس نينا كابوس نينا زين كويس اوكي اوكي او والله في واحد طلع يعني شو اسمه تشيك بوينت الحديدي ايه ترى تشيك بوينت الحديدي حاطينه كشخصية هنا يا شباب بطلعه طبعا معكم طبعا اللي عندي هو يعني يعني شو اسمه الصندوق الاخضر صندوق النايترو هذا من ضمن السكنات حق تشيك بوينت الحديدي صندوق النايترو هذا ايوه انا الاول انا الاول انا سبقتهم اول واحد الحين اسلك العبر على المحافظ على البوست اوكي اوكي مو بلازم عملة الوامبا مو بلازم او الوامبا الذهبية لكن حطيت البوسترتك يا صالح افضل لك راح اوكي اوكي الاختصار مو بيسوى والله صراحة انا بطل 200 عملة وامبا عن الاختصار ايوه 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 اندعس اندعس هو حلو 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 يا صالح نفس الغلطة اوكي حلو 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 ما شفت نفس الخريطة والله كراش هذا الله يعرفه خلاص ميجا ميكس فاز بس اهم شيء عملة الوامبا ما جرسي والله يصوت انا احلى صوت والله كان يمديني صدقوا لولا البلاوي اللي صارت لي حافظ على البوستر بس يلا يلا ما حد وصل للحين والله يا ريت وانتروبي هذه يستخدمون الميزه حقته بالعاب كراش الثانيه انه يقدر يتحكم يعني انا تخيلته يصير زعيم واحده من العاب كراش انه ينتقل لك كذا عبر الزمن بيصير شيء رهيب صراحه مره طيب 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 يلا الى السباق التالي خلينا نشوف رقصته
رجع الزمن عشان ترجع المصاصة بدقك. لو تلاحظون الساعة قاعدة ترجع ورا علشان يرجع الزمن. طيب يلا الله عاد يا صالح سبقوكم داروا المطمار كيف خلنا نتدرب. انا ودي اشوف الرقصات، ودي اشوف الاستعراض حق الشخصيات. خلنا نتدرب المضمار اللي يبون ان شاء الله مضمار كويس. كويس يلا لا بأس لا بأس، خلنا نختار عامل المختبر. هاي اتعلق. اوكي اوكي عامل المختبر ما يقول شيء. يلا 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 خلنا نختار بسرعة هالمرة. يلا هذه اوكي 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 يلا كهف النمر هذا اختصاره بس. اذا عندك سلاح يطلق قدام يلا. طيب يلا اوكي يا سلام، مع انه شخصية ما تعجبني بس جرب عبابي دهينا عبابي. الله ما ابغى استخدم هذا كل سلاح الضوء كذا مع قدام. أرجوكم في أحد يلعب سلاحه كويس. شكرا لكم. أوكي هاي كل الثلاث عند الحماية. كلهم حافظوا عليها هنا. الله ما عبتن ذا ما يقول شيء ذا عامل المختبر يصدر أصوات بس ما حد قالك تصير وراي ينقلع. يلا اوكي يلا انقلع وراء السلاب ذا يفز عليكم. الله ياخذ شيطانك، يعني ما لقيت صدق نايترو، يعني وش بيطلق عليك؟ او نايترو بيطلق عليك نايترو. هذا أحسن ندعس. هاي جبنا كرافت، أنا سبته جبنا كرافت ذاك العالي ما يتحرك واقف. ليس ندب بين أقص الظهر مطيب هنا عندي مسك. حقك وما جاك يا هب بلا لب. خسارته. والله ما نزعلان مرة لاني انا خسرت شخصية خايفة اصلا. والله ما ادري كم جويت كم من مرة هناك عاد. ما يقول ولا كلمة هذا، بس قاعد يطلع الاصوات. على الأقل أطلع بالمنصة. أخ بس الحركة تقهر، حركة تقهر. أوكي 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 يلا ثلاث سباقات خلصناها. ما يسوي شيء النايتو، ما يسوي شيء. طبعا هذا اصلا شخصيه اسمه يعني نقطه الحفظ الحقيقيه بالعربي طبعا بالانجليزي ايرون تشيك بوينت، وهذا سكن من سكناته، يعني عنده كذا سكن صندوق نايترو، سكن هذا صندوق استفهام، وسكن يعني صندوق البنفسجي التعجب اللي بكراش باش. طلع يتكلم يا شباب اسمعوا. يصدر الأصوات طبعا ما يقول كلمات. دهاااا وبعد يهي ما قال يهي ما قاله، هذه الكلمة الثالثة أصلا يعني. وادي الساعات مضمار
جيد، احسن من كهف النمر هذاك، هذاك هذا ممتاز. طيب اوكي، على فكره ترى ادري انا عن تحدي الزمني حق المطورين يا شباب، انا ادري عنه يعني، بس يكون بعلمكم. اوكي شوف هذا المركز الاول اللي قدامي، كل اقول ما في احد، لا انا طلع يعني تشيك بوينت الحديدي. احد يفتح تلفون؟ اوكي تشيك بوينت حديدي ان شاء الله اسوي له فيديو زي ما قلت لكم انا. يلا لا تطيح، ما لا تطيح، طيح سخيفة زي هذه، لا الله يقطع ام الفشيلة، لا 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 هذا يا صالح ادعس على البوس الازرق اللي هناك، لازم التعويض التام لازم عاد كذا من طيحات فيك. ما اروح انا اظني ما اجازف. اوكي اوكي قربت رمهم، قربت رمهم دول الاثنين. تونا انت فزت علي قبل، ها اوه اجل، قول اوه اجل، ايه فزت عليك قبل، تطنف في وجهه هذا البوري حق السيارة دي. أراك عند خط النهاية. الله أنا اللي بفكع وجهك وأراك عند خط النهاية. خلاص مع السلامة. بسم الله. هاي. جلتشاتكم يا بينوكس. أليس لها حل؟ حلو حافظت على البوستات هنا. هنا سوي تر جالة تسوي، خلاص صح البوست لا ترجع تسوي. أوكي أنا عالق على المركز الثاني، واضح في الحلقة يا شباب، كل مرة المركز الثاني. أوكي أوكي خلاص أبي أجيك ماتش. والله طلقت وراي على طول كذا عافي، اسكع بس اجل نقول هذا السباق الاخير، طبعا بلعب جيمين يعني جيم يعني سباق، والجيم الاخير قتال. السباق الاخير نقول ان شاء الله ان شاء الله يصير الاول ان شاء الله، والله هذا نحس مره هذا على المختبر، خلينا نشوف ريل الرول الحقيقي وش بيسوي ان شاء الله هو لهم بالمرصاد. يعني السيف بعد كده يعني نفس مكان ستاين يقول كده ويدور، حاول يرفع سيف بعد كده يدور ويقطع يقطع كراش للسيف. يا اخي والله من حرجنا من الحرب الغبيه هذيك، راح صرح علي علشان يطيحت ورحت رحت يعني لطريق ثاني غير الاختصار. طيب يلا اوكي هذا تبون. يلا ريلرو ما يقول شيء. اوكي اوكي هو يقول بس ما طلعت الكلمه الحين. اوكي خلاص خلو 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 خلي خلو الطياره هذه، هذا اللون شاطح بس يلا. اهم شيء نلعب ان شاء الله درب الطائر هذا تدربت انا عليه يا شباب، فان شاء الله اقدر احافظ على البوست الازرق، تدربت عليه علشان احافظ على البوست الازرق. اوكي خلونا نشوف نتائج التدريب، اذكر تدربت عليه علشان تحدي فيلو الزمني، طبعا ما فزت ولا بتحدي من تحديات فيلو الزمني، انا خليته عشان سلسه كنت اتدرب عليه، لا علشان يعني اتهيا تحدي فيلو الزمني. انت تشيك بوينت الحديد، يلا شد حيلك.
ما شفناك بالمنصة، ما شفناك بالمنصة أبدا. وفيمي شادة عزمة. يا الله والله بغيت أطيح أنا من فيمي صراحة. حسبت الاختصار مع الطريق الآخر يعني. أوكي يا شباب خلاص قايل لكم انا تدربت كويس. مع السلامة كلكم. اوكي مو مشكلة ضيع البوس الازرق هنا، كان يمكن احافظ عليه بس ان شاء الله. God. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اذكر الله. تكفون تنتي هذا واحد ينزعز فيه. ما ابي اجي الدور اللي بعده وحصل احد. ما في احد عدك فيه. كهرب كهرب خوفتني هذه. أهم شيء المركز الثاني ندعس بالكهرب ولا أنا أبجي وأكل تبن فيها. الله إذا طلعت الحماية إن شاء الله حماية. أوكي أوكي خلي 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 تجين خلي تجين أحسن. أنا تعمدت أنا علشان عشان ما تجيني وأنا أدعس البوس الأزرق بالكهرب البوس الأزرق. والله إني مخطط صراحة. لا تهتم ولا لا تذكر تذكر تنتي واحد حط نايترو هنا. احسن 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 يا نينا. انتي قعدت عادي 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 خذ راحتكم. اوه والله بعيد هذا هذا شو اسمه نار نار هو المركز الثاني بعيد عنه. يعني مدينة فوز بالريوس. والله هذه المرحلة تدربت عليها كثير لأنها صعب مرة. الوقت حق كثير تدربت عليها علشان أقدر أحافظ على البوس الأزرق. جميل حافظ على البوس الأزرق يعني يعني دورتين. شوفوها شوفوا شلون يعني الجلد في سلسلة تحكي فيه الزمني. ما بعد سجلت أنا ولا حلقة بالوقت اللي تشوفونا بالوقت اللي تشوفون فيه المقطع ما أدري، لكن بالوقت اللي أنا سجلت فيه المقطع هذا ما في ولا حلقة إذا سجلتها من سلسلة تحديات فيه الزمنية. الله أوكي أوكي يلا قتال واحد. حلو حلو في سباق تزل فيه أخيرا. أحسن شيء استعراض إيمي عضلات كذا. والله الموسم الأول أفضل موسم يا أخي. شخصياته رهيبة مرة. ميغومي إيمي تونا إيزابيلا. إيزابيلا يعني يعني رهيبة بس مو رهيبة مرة. ليز أنت بتعرفون رأيي فيها. ما عجبتني ليز. يلا القتال. اوكي يلا محطوط قتال اسرع يا صالح. نختار جبنة ابو الولد. اوكي يا ضحكاته كلها يا اخي حتى هو كذا صغنون. ضحكاته رهيبة كذا. طيب خلونا نختار لون يليق بالاطفال. اوكي حط هذه وردة يلا كذا. اوكي يا شباب نسيت اقول لكم ترى السكنات الجديده مثلا يعني خلونا اوريكم يعني زي السكن هذا حق تونا مثلا تونا الساحره هنا موجود هذا الظاهر بالموسم الرابع بس في الوان ثانيه يعني جت مع التحديث الجديد. هذه ما راح اسوي لها انا مقطع ما راح تصير يعني من ضمن السلسله هذه لانه هو نفسه السكن هذا بس
لون ثاني. طبعا موجود بالمتجر، نشري من المتجر السكنات هذه. في بعد الظاهر بنسترايب، ايوه بنسترايب في هذا موجود اصلا. هذا سويت له انا مقطع، ما ادري والله الا سويت المقطع بس المتجر كان، بس هذا نفس السكن لكن لون متغير. فاحنا نبغى السكنات الجديده بالكامل. يلا يا اخي هذا هو مشكله القتال، تنتظر واجد علشان يجي احد. One eternity later. سئمت شباب، سئمت من الانتظار. الله يكرمك ديكس مغر كذا قمص من الطاسه يرز، عصب عصب خلاص اطلع يعني. خلونا نتحدى الكمبيوتر نطلع، والله ما في احد عاد شو اسوي عاد. اطلع 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 العب ضد الكمبيوتر بس. يلا حطانا حلبه المعبد، اخر سياره صامته طبعا سبعه اكثر شيء سبعه، بس ما اقدر احط فرق. والاسلحه المخيسه شلناه، مو شفناه نص سوا حطيته اصعب شيء. يلا جبنت بالولد رقع وجههم. اوكي عاد يصير زحمه واجد، كل واحد يرمي صرخ على الثاني، مو فريقين احنا لا، كل واحد فريق لحاله. خلاص كل واحد مع نفسه يعتمد على نفسه، ما في احد يعتمد على نفسه. هاي كاس فقع وجيه الحين وكاس فيه. لا 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 ايوه ايوه انزلتنا واحد، انا ما انزلت اشوف الحمد لله. اوكي سهل يا ناش، سيظل سيء بالنسبه لك. اي خلاص انتم لا تقدروا تاخذون الكراتين. اوكي اشوف قلت انا يمكن في واحد يطلع لي بس ياخذ الكرتون هذا. لا 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 عنده حمايه، عنده حمايه اول اي واحد، عنده حمايه بعد، عنده حمايه. في واحد بيجين. صرف صرف دل. اي اح يا خلاص حطابتي عورتني، حطابتي عورتني. ها اوكي شو واحد عندني شيء، خلي حطابتك يصيبها اي مكروب. ممتاز ممتاز، هذا بيخفي حطاطي، هذا بيخفي حطاطي سلام، وهذا بيحمي حطاطي، يحمي حطاطي هذا. اهم شيء جبنا كرافته اللي قضى عليه، انتعس خلاص. تعال 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 تعال. اوه لا عندك حماية صار. اوكي ما جاني شي انا، ضد هذي كذا بشكل عشوائي. اوكي سلام اختفي، ليش ما يطلع لي اوكا 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 اطلع من الصواريخ هذي. صاروخ هنا سلام، اضيع على كراش. الظهر كراش مزير، ما قرأت التحت، ما قرأت السطر التحت لأنه سطرين، عشان كذا تطلع كذا كراش مزير. أوكي أوكي لازم لازم دعس ناس زيادة. أنا انضربت ضربتين، أضرب في أحد ما انضرب أبدا. تكفون تكفون طبيعي على ناش أربع سيارات. ها من اللي فاز لا. أنا الأفضل بين الجميع، أنا الأفضل بين الجميع. الحفاظة فازت يا الله، الحفاظة الذهبية ذي إيش قوية. في مقطع بسويه أنا السكن هذا حق جيري وحق كرانش والسيارة هذه الجديدة، وفي بعد يعني سكن زيادة نسيت، في سكن ثالث بعد أنا ما أظن. المهم السكنات هذه اللي أزرق مع أبيض مع سماوي يعني زي حقت بينوكس، لا تخافون هذه بسوي لها انا فيديو حتى يعني الاشياء الثانيه يعني شو اسمه بالتحديد هذا بسوي له فيديو، وان شاء الله بعد اسوي سلسله
تحديات فيلو الزمنيه، لكن تحديات المطورين ابدا ما اتوقع هذول اصعب من حقي فيلو. يمكن تحديات المطورين اسويها يعني خلف الكواليس، واذا بقى بس مطمار واحد اسجل فيديو ونلعب بالكثرات الملونه اللي افتحها لما افوز بتحديات حق المطورين، يعني نفس ما سويت انا بتحدي الزمني حق انتروبي وحق سايد. صالح كماكم، سلام.